تعالى بقى نشوف ازاي نحول من الاكسل للاوتوكاد. سهله قوي، هفتح الاكسل عندي مثلا شيت اكسل زي ده كده. كل ما عليا ان انا اعلم على الشيت واقول له كليك يمين كوبي واروح للاوتوكاد. ركز بقى معايا في الامر اللي انا هكتبه ده، اسمه بيست سبيشال. بيست سبيشال، اضغط على بيست سبيشال. هيقول لي بيست؟ لا، هقول له بيست لينك. بيست لينك، واروح اقول له مايكروسوفت اكسل، اقول له اوكي. هيجي يقول لي عايز تنزل الجدول فين؟ اقول له نزل الجدول هنا. نزل الجدول بتاعي بالفورماتنج بتاعه بكل حاجه. طيب مش هي دي بقى الميزه؟ الميزه في ايه؟ الميزه ان انا لو انا دخلت على الاكسل وبدل ما اخليهم دلوقتي 5 ادوار هخليهم 10 ادوار واقول له انتر، طبعا كل الارقام اللي هنا هتتغير. الحلاوه بقى لما اجي اخش على الاوتوكاد هلاقي ان الاوتوكاد سمع التغير اللي انا عملته في الاكسل، اهو 10 ادوار اهو. طيب انا هخش على الاكسل، الاف سي يو 250، انا هخليها 350 350 انتر. لما اجي اخش على الاكسل، لما اجي اخش سوري على الاوتوكاد، هلاقي الاف سي يو اتغيرت. اخر مره اخش على الميو، بدل ما اخلي الميو 2% في الاكسل هروح هلاقي الاوتوكاد سمع ال 2% على طول.